أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في الهيئة نت مراكز حقوقية، شهادات من داخل سجن التاجي في العراق تكشف انتهاكات قاسية بحق المعتقلين. في الزمان أنقرة تتوعد برد سريع على مقتل نائب القنصل التركي في أربيل. في المدى تقليص كادر السفارة الأمريكية يغضب البنتاغون ومجلس الشيوخ. في كتابات توصيات من البنتاغون والخارجية الأمريكية بمضاعفة التواجد العسكري في العراق لمواجهة إيران. في البصائر العراقية تحذيرات من استمرار الانتهاكات في السجون الحكومية. في العرب اللندنية فشل احتواء النفوذ الإيراني يتسبب في تصدع علاقة واشنطن ببغداد. وفي العربي الجديد الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إلى السعودية وإيران، لن نتخلى عن صواريخنا. أهلا بكم. كتب أحمد عبد الرزاق شكارة في صحيفة المدى مقالا عن حال ومستقبل التعليم التربية والثقافة في العراق، وقال فيه إن تقييم حال ومستقبل التربية التعليم والثقافة في العراق أضحى مسألة جد حيوية ينتظرها كل عراقي وطني غيور على مصلحة ومستقبل بلاده، ومن أجل بث وتنشيط الروح المعنوية الفكرية التعليمية العلمية والثقافية التي تواكب بناء عراق يستحق لقب بلد الحضارات الأصلية. أمة في خطر، شعار تردد كثيرا مصدره الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تنطبق على أوضاع التعليم في بلاد العالم من غربه إلى شرقه، وليس العراق بمن أن عنه. أؤمن بأن بلدنا العراق دون علم نافع وتعليم وثقافة وتربية سليمة بلد آيل للسقوط فعلياً، وليس مجرد بلد يقف عند حافة الهاوية. إننا نعيش فعلياً واقعاً مأساوياً إنسانياً وتنموياً تراكمت سلبياته كثيراً كنتيجة طبيعية لتراكم الحروب والحصار، مضافا إليها التبعات والتداعيات الثقيلة لنظام المحاصصة الذي تجذرت تقليدا بل وحتى دستوريا منعكسة سلبا على التجانس المجتمعي والسلم الأهلي، ما يقتضي إصلاحا حقيقيا لمناهج التربية والتعليم والثقافة من خلال الاستعانة بخبرات وطنية متخصصة على خبرة ودراية في شؤون التعليم والتربية والثقافة. ومن الأمور التي تحتاج للتدبر والاتخاذ قرارات صائبة توصل العراق إلى بر الأمن والأمان والاستقرار، تحجيم ظاهرة انتشار العسكرة في المجتمع العراقي من خلال استمرار أداء بعض الميليشيات الخارجة عن طوق القانون سلوكيات أقل ما يقال عنها إنها بعيدة كل البعد عن الحس الوطني أو الشعور الإنساني، أو بعيدة حتى عن حكم الضمير الحي. إن الانتهاء من وجود سلاح منفلت وجماعات غير منضبطة مسألة لابد من الانتهاء منها سريعاً بغية إنجاز متطلبات الدولة المدنية التي ستمكن العراق من أن يحصل على قطاع تعليمي تربوي ثقافي قوي الشكيمة، مدعم بحصة حيوية من عوائد الدولة تؤدي إلى رفع حقيقي لمستوى وجودة التعليم والتربية والثقافة في العراق. إن نجاح التربية والتعليم والثقافة شكلاً ومضموناً مسألة تحتاج تعبئة كل الجهود والخبرات الخيرة المتخصصة من كافة شرائح المجتمع العراقي، والعمل من ثم على انخراطها في مسار تنموي إنساني مستدام هدفه تحقيق أهداف الألفية الثالثة بصورة نوعية عالية الجودة، كي تؤدي رسالة واضحة إلى العالم المتقدم مفادها أن العراق بلد من الممكن أن يكون منتجاً ومبدعاً وليس مستهلكاً فقط لمنتجات الآخرين، بلد معرفي أصيل يملك كنزاً أو خزيناً من الخبرات العلمية الإبداعية
يستطيع معها التكيف أو التأقلم مع روح العصر ومقتضياته في شتى شؤون وميادين الحياة العامة بسرعة مناسبة. الآن نأخذكم إلى مقال آخر منشور في العرب اللندنية وفي مستهله: ميليشيات متنفذة تهيمن على تجارة الكحول المربحة في العراق. تقرير لصحيفة العرب اللندنية جاء فيه: تمثل المشروبات الكحولية تجارة ناشئة في بغداد، تواصل منذ نحو عامين توسيع مساحة انتشارها، ومرت تجارة الكحول في العاصمة العراقية بمنعرجات عديدة تأرجحت بين السماح بها جزئيا أو منعها نهائيا في بعض الحالات تبعا للوضع الأمني أو رأي أطراف سياسية متنفذة ترفع شعار الدين. وشجعت هذه التقلبات على بناء تقاليد خاصة لضمان تدفق الكحول على الأسواق العراقية، حتى وصل الأمر إلى مشاركة ميليشيات منبثقة عن أحزاب دينية في تأمين خطوط نقلها وتوزيعها نظراً للأرباح الهائلة التي تدرها. منذ العام 2017 توسعت المجموعات المسلحة في الترويج لتجارة الكحول، وسهلت افتتاح العشرات من المتاجر الكبيرة في مناطق لم تعرف هذا النوع من الأعمال حتى خلال حقبة نظام صدام حسين. لكن الانفجار الكبير في تجارة الكحول بدأ أواخر العام الماضي، عندما اتجه مستثمرون بالشراكة مع زعماء ميليشيات مسلحة لافتتاح متاجر ضخمة متخصصة في بيع المشروبات، توزعت في مناطق مختلفة من بغداد. والآن بإمكانك أن تدخل متجراً في بغداد مكوناً من عدة طوابق وتأخذ عربة للتسوق وتجول في أركانه، فيما تتولى شركة أمنية في الخارج مهمة تأمين المكان وتنظيم عملية وقوف سيارات المتبضعين. لا يمكن تحديد الجهة التي تملك هذا المتجر بالنظر لحساسية الأمر، لكن الحديث يدور عن مستثمر ينحدر من إحدى الأقليات بالشراكة مع زعيم مجموعة مسلحة نافذة في العاصمة العراقية. وخلال حقبة النظام السابق كانت تجارة الكحول حكراً على بعض الأقليات، إذ لا يجيز القانون الذي كان نافذاً آنذاك للمسلمين العمل في هذا القطاع. الفوضى التي تلت الاحتلال الأمريكي سمحت لبعض الجماعات المسلحة بفرض شريعتها على الشارع، أملاً منها في إنشاء دولة دينية على غرار الدولة الدينية القائمة في إيران. ولا يستبعد العراقيون أن تكون الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران هي المستفيدة من توزيع الخمور سراً، في حين صار العراق سوقاً للمخدرات بكل أنواعها. الآن إلى مقال آخر منشور في الزمان وفي مطلعه: كان برنارد لويس في غاية الصراحة والوضوح عندما أعلن بأن تفتيت العالمين العربي والإسلامي هو الضمانة الحقيقية لأمن إسرائيل، وستكون هي الأقوى وسط هذه الفسيفساء والمسيطرة عليها، بحجة أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة فيها عن تقسيم الدول إلى كيانات وأقاليم. كتب طالب سعدون في صحيفة الزمن العراقية: ليس أمامنا غير الوطنية والتمسك بثوابتها ووحدة الصف، فهي الطريق لإفشال مشاريع التقسيم لكي يبقى الوطن خيمة واسعة يستظل بها الجميع. ما يؤسف له أن المنطقة بإرادة أو بدونها تسير وفق ما هو مخطط لها، حيث تغيب حصة الأوطان وتتراجع الاهتمامات الوطنية وتطغى الفئوية الضيقة وتنزل من السقف القومي والوطني العالي إلى مستوى المكون الاجتماعي أو الحزب أو القبيلة أو الفصيل المسلح حسب طبيعة كل دولة، بحيث أصبح من الصعوبة بمكان على الدولة تحقيق وحدة الصف والإجماع الوطني، أو أن تجمع مكونين أو حزبين أو فصيلين مثلاً على هدف مشترك واحد أو مصلحة عليا إن لم تتحقق مصالح تلك الأطراف في ذلك التلاقي،
بما في ذلك تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب التي تراعي تلك الاعتبارات الضيقة وتهمل حصة الوطن العليا، ويحاول منظرو التقسيم ومنهم بايدن في مشروعه سيء الصيت على سبيل المثال تبرير مثل هذه المشاريع وتسويقها على أنها الحل للانقسامات والخلافات، في تجاهل تام أنهم وراء هذه الخلافات والمشاكل والأزمات لتحقيق أهدافهم التوسعية العدوانية والتقسيمية واستنزاف الموارد في غير أماكنها الصحيحة. وهناك من يتساءل هل حققت الفيدرالية بعد تجربتها في العراق حلم المواطن بالتطور وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز وحدة الوطن؟ إذا كانت تلك الأهداف السبب الموجب لتشريعها أم أضعفت وحدته وأصبحت باباً للتفرقة والذاتية والانغلاق على المناطقية، بحيث بدأنا نسمع نغمة جديدة تحصر حتى التظاهر بالحدود الإدارية والجغرافية؟ يضيف طالب سعدون قائلاً إنه حق مشروع أن تتطور الخدمات وتتوسع الصلاحيات لرؤساء الوحدات الإدارية والمجالس من أجل الارتقاء بالمدن وتطويرها وتوفير الأمن والأمان وتخصيص ما يتناسب لها من أموال دون ربط ذلك الحق بتشكيل الأقاليم أو بزيادة عدد المحافظات، فيفتح الباب في البلاد أمام فوضى إدارية ونزاعات حدودية بين محافظة وأخرى وبين المركز والإقليم، إضافة إلى ما يتطلبه التوسع من تخصيصات مالية وملكات وظيفية تنزل إلى مستوى القرية والناحية. إلى مقال منشور في صحيفة القدس العربي وفي مطلعه: نجح النظام الحاكم في مصر في تشتيت قوى المعارضة وفي بث الفوضى داخل صفوفها وفي إضعاف تأثيرها إلى درجة أغرته بإدخال تعديلات دستورية تسمح للرئيس السيسي بالهيمنة المطلقة على مقدرات البلاد حتى عام 2034. ولا يعود هذا النجاح في تقديري إلى قوة هذا النظام بقدر ما يعود إلى ضعف وتشرذم المعارضة، يقول الكاتب، على اختلاف انتماءاتها السياسية وتوجهاتها الأيديولوجية. فرغم إدراك هذه القوى عدم قدرة أي فصيل بمفرده على إخراج مصر من أزمتها الراهنة، لأن خطابها السياسي ما زال يعج بمفردات تؤكد عدم وصولها إلى درجة النضج التي تسمح لها بتحقيق هذا الهدف ولو بعد حين. مقال للكاتب حسن نافعة في صحيفة القدس العربي. إخراج مصر من أزمتها الراهنة يفرض على قوى المعارضة أن تسعى لبلورة رؤية موحدة تتضمن تشخيصاً دقيقاً للوضع الراهن وللأسباب التي أدت إليه وللسبل الكفيلة بتجاوزه. ليس من الضروري أن تعكس هذه الرؤية اتفاقاً حول كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المحاور الثلاثة، وإنما يكفيها أن تحدد بدقة مساحة ما تتفق عليه قوى المعارضة وما تختلف حوله، وأن تتوافر لدى مختلف الفصائل ما يكفي من حسن النوايا وقوة الإرادة للعمل معا من أجل توسيع رقعة المشترك وتقليص مساحة المختلف عليه، ما يفرض عليها الالتزام بعدم النبش في الماضي، اللهم إلا بقصد استخلاص الدروس المستفادة وتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها، غير أنه يسهل على أي متابع لما يجري من تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي ملاحظة أن قوى المعارضة لم تتمكن من السير على هذا الطريق، وربما تكون قد بدأت تتحرك في الاتجاه المعاكس. أدرك جيداً أن التفاعلات التي تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن عالم افتراضي، وبالتالي لا يعكس بالضرورة حقيقة ما يجري على أرض الواقع، ولأنها مواقع تسمح لكل شخص أو مجموعة من الأفراد بفتح ما يشاء من حسابات لعرض ما يشاء من أفكار، فقد انفسح المجال لظهور قطعان إلكترونية تسعى للتأثير على مجرى النقاش العام والعمل على توجيه نحو مسارات مصطنعة.
يضيف الكاتب المصري حسن نفع إنه بالرغم من ضعف ومحدودية تأثير قوى المعارضة والشخصيات في الوقت الراهن، إلا أن إعلام الثورة المضادة يبدو مصمماً على تركيز هجومه على هذه الشريحة بالذات وبشكل لافت للنظر، ربما بحكم ما قد تكون مؤهلة للقيام به في المستقبل وليس بحكم ما قد تستطيع القيام به في المرحلة الراهنة. الآن إلى مقال منشور في العربي الجديد، وفيه: قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التصعيد السياسي ضد تركيا عبر توجيه إنذار مفتوح لها بضرورة تبديل سياستها في الشرق المتوسط وإخلاء مناطق نفوذها المائية والتراجع عن إرسال مزيد من سفن التنقيب عن الطاقة إلى دائرة النفوذ الاستراتيجي في أوروبا. هذا المقال منشور كما قلنا لكم في العربي الجديد، وفيه: تهدد تركيا اليوم في شرق المتوسط نفسها أوروبا التي قبلت القبارصة اليونان شريكا على حساب الأتراك في الجنوب كما جاء في المقال، وقيل إنها مخلة بكل التوازنات والاتفاقات والقرارات الأممية والدولية بشأن الجزيرة. ذكر المقال أيضا وقال إنه الغاز الذي يبحث الكثيرون عنه ومن أجل إخراجه من الأسفل لابد من أن يتحمل الحضور بعض التبعات والروائح الكريهة. هذا مقال للكاتب سمير صالحة منشور في صحيفة العربي الجديد. جاء التحرك التركي المتأخر جدا صاعقا ومباغتا أمام هول المشهد. عقود واتفاقيات تعاون بين أنقرة وقبرص الشمالية للتنقيب عن الغاز واستخراجه في منطقة السواحل الشمالية للجزيرة، إرسال ثلاث سفن مسح وتنقيب عن الغاز في منطقة الجرف المائي التركي وتوفير الحماية العسكرية الضرورية لها ورفض أي تحركات إقليمية في المنطقة الواقعة داخل حدود تركيا أو حدود حليفها القبرصي المائي، لا تأخذ بالاعتبار خصوصية شرق المتوسط وتتجاهل ضرورة وجود الأطراف العشرة المعنية أمام طاولة حوار حقيقي وشامل يراعي مصالح الجميع. كان آخر ما قاله وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو: سفينة تركية رابعة في طريقها إلى المكان. من يوجه الرسائل إلى أوروبا اليوم من العاصمة التركية يقول: سنواصل عمليات التنقيب عن الطاقة في مناطق جرفنا القاري وأمام سواحل قبرص الشمالية حماية لحقوقنا في شرق المتوسط. اعتمدت أوروبا على سياسة الكيل بمكيالين معا، وعليها الالتزام بالوعود التي قدمتها لتركيا. ليس الرئيس رجب طيب أردوغان من يتحدث هذه المرة، بل زعيم المعارضة اليساري العلماني كمال كليتشدار أوغلو، وبذلك أوروبا مشكورة على توحيد الصفوف ورصها في الداخل التركي. يتابع سمير صالحة في مقاله قائلا: هل تفجر تركيا ملف اللجوء مرة أخرى في وجه أوروبا انتقاما من قرارات بروكسل؟ هذا هو أكثر ما يقلقهم اليوم بين الردود التركية، ولكن أنقرة قد تلعب أوراقاً استراتيجية أخرى. أنقرة التي حسنت من علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا في إطار خطط نقل الطاقة بين الشرق والغرب أمام امتحان التدخل والعرقلة الأوروبية، هذه المشاريع ستكون مهمة من أجل مهمة الصواريخ الروسية لحماية مصالح تركيا في شرق المتوسط طبعاً. ولكن المفاجأة التي قد تخرج من تحت العباءة، يقول سمير صالحة، قد تكون أكبر وأهم. عن غزة في العرب القطرية كتب رضوان الأخرس: يسخر الناس أحياناً من المحللين السياسيين لأنهم كثيراً ما يقولون مثلاً إننا أمام خيارين، إما أن تحدث الحرب وإما أن يحصل اتفاق، وفي العادة يقتصر بعضهم على فرض احتمالين فقط أو وضع خيارين يقود كل منهما إلى نتيجة صفرية، أي إما الحرب الشاملة وإما الاتفاق الكامل. لكن هذا لا يصلح مع غزة، وإن تكررت هذه الافتراضات مئات المرات منذ انتهاء العدوان على القطاع عام 2014، ففي غزة من الممكن أن يحصل شيء من كلا الأمرين معا، الهدوء وعدم الهدوء.
المواجهة واللامواجهة في الأسبوع الواحد، كأن يبدأ الأسبوع بمواجهة قصيرة وينتهي بتهدئة وهكذا. ما يمنع حدوث مواجهة كبيرة وطويلة في القطاع هو ثمنها، فالمقاومة من جهة تحاول تلافي الحرب لثمنها الباهظ وتحاول تجنبها، وإلا لما سمحت أو دفعت بأساليب استنزاف للاحتلال عبر المقاومة الشعبية والبالونات الحارقة وما شابه. والاحتلال يرغب في شن عدوان كبير على قطاع غزة لكسر ما تبقى من تهديدات تعيق مشروعه الصهيوني الآخذ بالتوسع على حساب الأرض والإنسان والمقدسات في فلسطين، لكنه يخشى أن يكون الثمن فوق توقعاته، فلا يعمل على تحاشي الحرب بقدر ما يعمل على تحاشي أكبر قدر ممكن من الثمن أو الضرر. تدرك المقاومة أن الجدار الأرضي يشكل تحدياً حقيقياً لشبكة أنفاقها الهجومية التي كانت تعتبر السلاح الاستراتيجي لها في السابق، وربما لم يعد الأمر على حاله هذه الأيام، فقد ظهر أنها طورت من أداء صواريخها على نحو غير مسبوق، وهو ما ثبت خلال جولات التصعيد الأخيرة التي وصلت فيها صواريخ المقاومة من غزة إلى ضواحي تل أبيب وحققت دماراً كبيراً. التطور الدائم في قدرات المقاومة بقطاع غزة واعتمادها على التصنيع الذاتي وخلق الأدوات وتحسينها المستمر وابتكارها وسائل وتقنيات جديدة، كل ذلك يخلق عند الاحتلال هاجساً من القادم وخوفاً من المستقبل وعليه. جيسون غرينبلات قال في آخر تصريحاته المتعلقة بصفقة القرن إن الهدف من الصفقة إنهاء وجود حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، ويعني ذلك وجود رغبة من إدارة ترامب وأطراف دولية أخرى تسهم في دفع الاحتلال الإسرائيلي لشن عدوان جديد ضد قطاع غزة يهدف إلى القضاء على أكبر معقل للمقاومة الفلسطينية المسلحة، وهو ما يفسر بازدياد أو ما يفسر ازدياد تهديدات نتنياهو للقطاع في الأيام الأخيرة. ومن المقالات إلى الأخبار المنوعة، حيث اخترنا لكم هذا الخبر وفيه استجاب تطبيق فيسأب، وهو تطبيق التحرير الذاتي الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والذي انتشر بشكل كبير مؤخراً وتحول إلى جدل أكبر حول ما يثيره من مخاوف على خصوصية المستخدمين. وقد أثيرت هذه المخاوف من تطبيق فيسأب كونه شركة روسية ناشئة تقوم بتحميل صور المستخدمين إلى خوادم السحابة وتقوم بمعالجة الصور هناك دون أن توضح للمستخدمين أن المعالجة لا تجري محلياً على أجهزتهم، وهو ما أثار شكوك حول قدرة الشركة على الاحتفاظ بالصور أو إرسالها إلى روسيا، كما تدعي أنها لا تنقل بيانات المستخدمين إلى روسيا على الرغم من أن فريق البحث والتطوير التابع لها هناك. لذا فمن المحتمل هو أن التخزين والمعالجة السحابية يتم تنفيذها باستخدام البنية التحتية الموجودة خارج روسيا. نتابع وإياكم الآن الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، ظلوا بخير.